خلونا نسمع من الكاتب الكبير أستاذ وحيد حامد رأيه فيما حدث في هذا اللقاء. أستاذ وحيد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ. أهلا بيك، وقل لي ماذا دار، ماذا حضرتك قلت إيه وماذا دار في هذا اللقاء؟ مش مهم أنا قلت إيه أو غيري قال إيه، إنما إن السيد الرئيس في بداية الاجتماع قال جملة واضحة، يعني أنا جاي أسمعكم، وبناء على هذا الطلب تحدث كل الموجودين بكل الحرية والطلاقة والانطلاق دون أي موانع أو تحفظات. هايل، ودي بادرة طيبة جدا. وأشهد أن السيد الرئيس كان في حالة إصغاء تام ويستمع بجدية شديدة لما يجري على لسان الأدباء والمفكرين والمبدعين اللي موجودين. الاجتماع أو هذه الجلسة تطرقت إلى كل شيء في مصر من مشاكلها القوية والحادة وأمنها الاجتماعي والسياسي والتطرف، ويعني كل ما يمكن أن يخطر على بال مواطن مصري من تساؤلات تم طرحه في هذه الجلسة. كانت المحصلة النهائية إجابات شافية ومقنعة، حتى أن هناك بعض الأمور سيادة الرئيس يعني ناشد الموجودين نظرا لأهميتها، يعني لأن قال في بعض الأشياء ما يصحش نحن نصرح بيها طبعا في العلن طبعا، لكن واضح أن السيد الرئيس حاطط إيده على صحوة المشكلات التي تحيط بالمجتمع المصري. طب قولي موضوع او اتنين من اللي يمكن ان تفصح عنه، يعني انا ما اقدرش ان انا لا يعني انا ما كانش فيه مثلا المشكلة، هو يرى ونحن نرى ان مشكلة التعليم هي المشكلة الكبرى في مصر. وسيادة الرئيس قال لا نهضة ولا تقدم ولا دولة، شوفي نص، ولا دولة الا بنهضة التعليم. الشباب مثلا وموضوع قانون التظاهر ده موضوع مؤرق. بصي حضرتك، طرح هذا الامر قانون التظاهر والقانون الاخر المكمل له، واضح ان السيد الرئيس تفهم الحقيقه اللي طرح هذه المشكله او مشكله هذا القانون الاستاذ ابراهيم عبد المجيد. والحقيقه ان السيد الرئيس تفهم الامر تماما وقال يعني انت عارفه ايه اللي تقدري تحسيه من كلامه، انه هو يعني المقولة اللي احنا بنرددها فعلا في السجن بعض المظاليم، وان هو متعاطف مع الشباب ولا يمكن ان ينسلخ عن الشباب لان دول سنده الحقيقي. زي ما قال بالنص كده اني الشباب سنده الحقيقي، بس لكن ما الباب مفتوح لاعادة النظر في هذا القانون كما سمعنا. طب هايل، هل من فعل طلب منه البعض اغلاق بعض الفضائيات وهو رفض، او يعني كلمته على الحريات وحريه الراي وغير يا استاذ وحيد؟ لا 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 لا، لم يحدث على الاطلاق غلق للفضائيات على الاطلاق، انما حتى الرئيس كان واضح في المساله دي، لكن تم الحديث عن يعني ايه مشاكل الإعلام بشكل عام، وأن هناك تجاوزات بعضها مقصود وبعضها غير مقصود. إنما هو قال أني كان لابد من إغلاق القنوات الدينية لأني عامة الناس بتصدق أي شيخ يطلع يقول كلام ليس من صحيح الدين، وهذا الكلام الذي يخالف صحيح الدين البسطاء بيقبلوا بيه على انه حقيقة دينية ثابتة. فكان لازم ان هذه القنوات يتم غلقها، لكن لم يصرح. لكن من السادة الموجودين كانت هناك انتقادات شديدة جدا لبعض القنوات الفضائية
التي تتجاوز في الإعلام. طب فكرة عودة النظام القديم والكلام ده كله أكيد طرح أيضا في هذا الموضوع. لا طرح طرح. بصي ما على الإطلاق ما حدش يفكر في إن على الإطلاق مجرد التفكير إن الرئيس السيسي متعاطف مع النظام السيسي. بل أستطيع أن أؤكد وما تسألنيش إزاي الرئيس السيسي، أؤكد لك أنه من الكارهين للنظام القديم. هو قال قبل كده أنه كان يجب أن تقوم ثورة 25 يناير من 15 سنة يعني. نفس الجملة تكررت النهاردة، وقال أن مبارك كان الرئيس السابق مبارك. الأسبق مبارك كان مفروض أنه يمشي من 15 أو أكثر، لأنه لما وقال كمان حاجة مهمة جدا قال يا ريته كان مشي من غير ثورة. طبعا لأنه كان هيترك لنا البلد على حالها من غير هدم مؤسسات، من غير هدم ولا تخريب، من البناء يعني صعب، من غير هدم ولا تخريب يعني. ودي جملة مهمة جدا، دي جملة مهمة طبعا، لأن البناء صعب جدا في هذه الأوقات. خرج وحيد حامد من هذه الجلسة مشاعره عاملة ازاي؟ قناعاته عاملة ازاي؟ يعني أنا تم تصحيح أمور خاطئة كانت في داخلي بالدرجة الأولى، وأصبحت أكثر تفاؤلا. وأقول لك أني إصرار السيسي على النجاح رغم المشاكل الكثيرة ورغم الحالة الاقتصادية السيئة ورغم الحصار المضروب حول مصر من أعدائها، إنما الرجل متفائل جدا ولديه عزيمة قوية جدا. أبسط شيء إن احنا نقدر نقدمه إن احنا نقف في صفه بنفس الحماس وبنفس الـ يعني الحماس الشديد جدا. نعم. وبنفس الوطنية الشديدة جدا. بشكرك. يعني لازم نكون كده. بشكرك شكرا جدا. خرجت متفائل جدا. طب ده هايل، وانت نقلت لنا هذا التفاؤل اللي وصل لي كمان. بشكرك شكرا جزيلا استاذي الكبير، استاذ الكبير وحيد حامد.